السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوق المدينة. اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن أخلاقيات كتير من الأخلاقيات اللي المفروض التاجر المسلم يعرفها قبل دخوله للسوق، وإن دي هي عبارة عن الأدوات اللي لازم يتحلى بيها، أو الصنعة أو العلم اللي لازم يتعلمه زي ما بيتعلم العلوم الدنيوية قبل دخوله إلى السوق. لأن لما هتتعلم الأخلاقيات الخاصة بالتاجر المسلم هيتحل مشاكل كتير جدا في نهاية المعاملات. كلنا عارفين قصة الراجل التاجر اللي كان بيبعث العمال بتوعه أو الناس اللي بتشتغل معاه عشان يجمع الديون بتاعته. فلما يلاقي الناس مش قادرة تسدد الديون فيقول لهم إيه؟ يعفو عن هذا المدين. بالخلق ده دخل الجنة. هل الخلق ده ليه اسم؟ وهل نقدر نستخدمه عشان خاطر ندخل بيه الجنة؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة مع ضيفنا دكتور محمد سعد فودة. أهلا بك يا دكتور، يا مرحبا، اهلا عايزين وسهلا. نتكلم عن المعنى ده والخلق ده النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هو طبعا مسألة التحلي بخلق المراقبة بيوصل الإنسان بمرحلة من مرحلة التعبد ببعض العبادات اللي ممكن تبقى جديدة على حتى أبناء السوق اللي هو التجار اللي معاه، وممكن كمان ما يحسش بيها الشيخ نفسه، عارف الشيخ والداعية ما يحسش بهذه الخلق. ليه؟ لأن علشان تتحقق بشكل من أشكال الخلق لازم تمارسه، وفي بعض الممارسات هي اللي بتولد ليك هذا الخلق ما تعرفش تعملها بدون هذه الممارسة. زي إيه؟ يعني طعم المانجا مش تعرف تتحصل عليه غير لما يكون في مانجا. صح. طب ما فيش مانجا، ما فيش طعم مانجا. فلذلك بحكم وجود التاجر في السوق وبحكم تعامله مع الناس بيتعرض الى بعض الاختبارات القلبيه اللي هي بقى بتبقى على المحك، اللي بتبين القلب ده اصلا اتربى كويس وتهيأ وهو في السوق ولا ما تهيأش. اللي هو ايه؟ اللي هتنزل التنظير للتطبيق العملي. بالظبط كده، انت بتقول كلام زي الفل وكلام جميل جدا، البس بقى الترنج والبس الكوتش والشورت وانزل وريني بقى انت هتلعب ازاي. يبان معانا خلق اسمه الاستغناء. خلق الاستغناء، ايه هو الاستغناء ده؟ تاجر باع سلعه معينه والراجل بعد ما روح البيت حس ان هو مش هتلزمه السلعه دي، يعني اشتراها في لحظه طيش، في لحظه عاطفه، ايا كان. يعني روح البيت مرات قالت له نبهته عندنا قسط مدارس، عندنا حاجه، فالراجل راجع ندمان يا عيني ووشه يضرب الوان ومش عارف يعمل معاك ايه، وجاي يقول لك بالله عليك انا السلعه دي، او واحده اشترت السلعه دي، بيبان اكتر في الستات، يعني اشترت السلعه ورجعت للبياع، والله يا سيدي انا ايه، جوزي عمل لي مشاكل وعايز ارجع السلعه دي، والله ما فتحتها، ده مجرد ما شافها هيطردني هيطلقني، الكلام ده كله. وساعات بتضطر كمان ان هي تكذب عشان تخلي التاجر يوافق انه يرد. بالظبط كده. ففي بقى اللي نفسه مليئه بخلق الاستغناء ده، ومليئه بالشبع، ومليئه بالايمان واليقين وابتغاء الاجر من الله عز وجل، عنده حديث جميل جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول عليه بقى مساله العلم، ان انت لما بتتعلم تعرف تتعبد، وما تنزل سوق العمل بقت عندك مساحه انك تمارس التطبيقات، الحاجات النظريه تطبق عليها وتعملها. من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. واحد اشترى منك حاجه وراجع وعايز يرجع فيها. مين صاحب زمام الامور؟ مين المدير؟ مين الريس؟ البائع. مين اللي بيسوق؟ ما خلاص اخير البيعان بالخيار. وتفرقوا وخلاص ومشينا وروحنا البيت وانا خدت الفلوس والكلام ده كله، تم البيع، مفيش عندك مشكله في السلعه، السلعه صحيحه، الثمن معلوم، مفيش غبن، مفيش عيب، مفيش اي حاجه، خلاص. حلو جدا، عايز ترجع لي يا حاجه؟ والله يا ابني ده اصلا انا واحد اتنين تلاته. طب بص يا حاجه، لا يلزمه ان هو يرجع لي. لا طبعا مش بتاعك، ما يلزمنيش. حاجه ضربك على ايدك يا حاجه، ما سالتيش جوزك يا حاجه المره الجايه تجيب جوزك ويعد لها دروس في الاخلاق وفي العلاقه الاسريه وبست فيها والكلام ده كله. لا انا مش هتكلم الكلام ده، انا هرجعها لله. لله يعني هو لو ما يعرفش ان في اصلا اجر ولا اي مش حاجه هياخد الخطوه دي، هيعد لها محاضره في ان حاجه. انما لو هو عارف ان في حديث اسمه حديث الاقاله او في اجر نتيجه الاقاله، بالظبط كده، فهو خلاص عارف المنفعه اللي هتيجي من هو. حضرتك هتوصف الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، انت ما عندكش تصور للموضوع، هتتعبد بيه ازاي؟ انا متفق معاك ان بعض الناس هيعملوا من باب رقه القلب، صح؟ العاطفة. العاطفة. بس ما خدش الأجر. طيب هي دي النقطة. إن العاطفة بتاعتك دي ما كانتش منبثقة من تعبد، إحنا برضو عندنا أزمة، تعبد، العبودية، إن أنا لما أجي يوم القيامة، أنت عارف في الغار لما الصخرة اللي وقعت على الغار والتلاتة، أيوة، كل واحد بدأ يذكر عمل صالح، فممكن تيجي يوم القيامة وتسأل بما تدخل الجنة؟
قلت له يا رب كان في واحده ست اشترت مني وانا كنت محتاج للفلوس وقتها ومحتاج سيوله، ولما جت استعطفتني انا رجعت لها السلعه ديت اقلتها. ليه؟ عشان النبي قال كده: من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. انا واقف دلوقتي محتاج. وكان من ضمن اصلا ان هم الثلاثه اللي كانوا في الكهف، ايوه واحد منهم اللي هو يعني معاه طبق من الرز او من القمح، ايوه وصاحبه سابه ومشى ايوه تمام، وهو ونماه قاعد ينمي له وكبره بقى في المال. بالظبط. يعني لو واحد تاني ده مش كان مستغني، مراقبه مراقبه واستغناء الاثنين، واستغناء لانه لو واستغناء. ما كانش اصلا التاني اللي هو ليه الاجر سابه ومشى، فخلاص هو راجع ياخد ايه؟ ايوه راجع ياخد الطبق بتاعه، ما ايوه يعرفش ان ده هينميه له ويستثمره. فبقى عنده، يعني انا مش متخيل الصراحه المعاني اللي موجوده عند الراجل ده التاجر، اللي ايوه هو هو ما حدش شايفه وما كانش ومحدش مسلم. بيحاسبه، وده جاي يساله الاجر بس مش عايز يطلبه، يطلب النماء كان ممكن بتاعه يدوله خلاص. بالظبط كده. فلذلك من ضمن تطبيقات خلق الاستغناء انه مش هيغش، ما هو ما يلزموش ان هو يكذب، ما يلزموش ان هو هو ما فيش حاجه اسمها حد عاقل مش عايز يكسب، بس أي أيوة. يكسب بما يرضي الله عز وجل. فخلق الاستغناء عما يغضب الله عز وجل يعني منفق سلعته بالحلف الكذب، بالظبط كده. منافي لهذا الاستغناء. طبيعي، ما احنا دلوقتي هو ليه بيكذب في السلعه بتاعته؟ علشان خاطر يبيع ويكسب، أيوة. يبقى هو كده متعلق بالدنيا، هو عايز فلوس، طماع، قلبه ده لسه مع انه محتاج. اصلا ما يلزمهوش ان هو يحلف ان البضاعة دي انا جايبها بكذا. ما هو علشان ما اتعلمش، احنا عندنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مش احنا قلنا مشكلتنا في العلم يا مولانا؟ العلم، بص، علم علم، هنقعد كل مره احنا نتكلم نقول هو ما اتعلمش ان مساله الايمان دي لها احكام شرعيه، في حاجه اسمها كفاره يمين، في حاجه اسمها القسم، في حاجه كذا كذا. طب ده النهارده سيبك من حته انه حديث النبي لما كان بيقول هو المنفق سلعته، يعني مروج، منفق على وزن المروج وزنا ومعنى. المنفق سلعته بحلف كاذب ده عنده ازمه تانية، ممكن يحلف بالطلاق، بقى عمل كارثتين. الكارثه الاولى انه بيحلف لان ده يجري مجرى القسم، وكمان يحلف بالطلاق يهد البيت بيته بتاعه. طب الحاجه اللي في البيت اللي عماله ملهاش مقحوره ذنب دي. ذنبها ايه وانت راجل كذاب؟ ايوه يعني يا ريتك مثلا بتحلف على حاجه صدق والناس يعني جت على كرامتك، فقلت بقول اجيب لكم بقى اغلظ الايمان بقى ومراتي وكان علي الطلاق. ما لا، ما فيش الكلام ده. انت بتبيع عشان لو عاهت الدنيا، يعني انت النهارده قلبك فقير. قال فاكر الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الافتقار، عكسها المره دي الاستغناء. ان انا النهارده مفهوم الاستغناء عندي مش ان انا استغنى عن الناس ولا استغنى عن الربح، لا، انا استغني عن الحاجه الحرام. الحاجه الثانيه وانا بستغني عن دينيه في هذا، في هذا الاستغناء، مش بتكلم كده وخلاص. في ناس بتتكلم على موضوع ان انتوا بتطمعوا فينا المدين، وبتطمعوا فينا الراجل اللي عليه فلوس، فهو نفسه ممكن يكون نفسه مش مماطل، ويكون مماطل اسف، حلو. ويكون هو اللي بياخد الفلوس يلعب بيها وانا ليا دين عنده. ففي حاجة في النقطة ديت استاذ الاستاذين في هذا المجال طبعا سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب، بيقول ايه؟ رضي لست الله عنه. بخب والخب لا يخدعني. انا مش اهبل، مش صايع بالمصطلح بتاعنا يعني، ومحدش يعرف يضحك عليا. فالنهارده احنا بنقول لك تتعبد بخلق الاستغناء، ما تبقاش عبيط بقى واهبل، يعني يعني ما فيش تعارض بين ان انت تبقى طيب ورقيق القلب والحال لله، لله وحط تحتها خط وحولها يعني دايره. ممكن يبقى هو عارف ان الراجل ده مماطل، وعارف ان هو بس هو خلاص هو استغنى عن خلاص. ده خلاص، اصل انا مش عارف نفسي معاك والكلام ده كله. يعني والله ان تصنع ما جايز يكون اخرق. بعض الناس خلاص، او احمق، احمق ما يعرفش يفكر، اخرق ما يعرفش يتصرف. وان تصنع لاخرق صدقه، وارد جدا. فدي محتاجه وعي يا مولانا. ما حدش يخش السوق وهو مش عارف السوق شغال ازاي. السوق ده خناقه كبيره جدا، وده بيخبط فيك. طب انت تمام مع المنافسين، يعني انت شاطر وجيت على واحد مدين، هو انت مش مدرك ان انت زمان دائن فانت مدين؟ اي نرجع تاني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اللي بتعمله هنا هيتعمل فيه زي هي دايره، لا محاله. هي دايره بتدور عليك. ويعني على مدار خبرات السوق الواحد بيسمع من الناس قصص، يقول لك والله في يوم من الايام عملت الموضوع الفلاني الواحد بشكل كذا كذا كذا، وبعدين اللي تردي لي من جهه واحد اثنين والناس بتقول ثلاثه كما تدين تدان. كما تدين تدان. حلو كده. يبقى اذا عندنا النقطه بتاعت خلق الاستغناء، اولا محتاج ان يكون قلبك مملوء بالله عز وجل، حب الله عز وجل، بثواب الله عز وجل. اثنين، تبقى عارف اوامر الله ونواهيه وانت بتتعبد ازاي بهذا الشيء. ثلاثه، انك تبقى عارف اسماء الله الحسنى، تبقى عارف ان ربنا هو اللي هيعوضك، ان ربنا هو الوهاب، ربنا هو الرزاق. لذلك بعض الناس ممكن يكون تحس ان هو بيجري من الفلوس والفلوس بتجري وراه،
واحد تاني بيجري ورا الفلوس والفلوس تهرب منه. من كانت الدنيا هم. بالظبط كده، ان واحد حريص على الدنيا وربنا، والحديث الحديث النبوي يعني من الحديث ده ممكن ان شاء الله نتناوله في لقاء قادم، ان لم يؤته من الدنيا الا ما كتب له. هو ياخد رزقه بس ما كتب له. طب والوقت اللي انت ضيعته والقلب المتعلق، يعني المشكله عندي مش الوقت، ما انت ممكن تشتغل 22 ساعه، ايلون ماسك يقول لك انا بشتغل 18 20 ساعه والكلام ده، لكن قلبك فين؟ ممكن تبقى شغال 22 ساعه وقلبك ده شغال عبوديه لله عز وجل، وممكن انت ما تشتغلش خالص وقلبك ده غرقان بالطمع والحقد والحسد وكل المعاني. في ناس يعني بفطرتها الطبيعيه يقول لك انا اصلا فاتح المشروع ده عشان خاطر اكل الناس منه عيش. يعني هو مش هدفه من المشروع ده ان هو يكسب، هو هدفه من المشروع ده ان هو ياكل الناس منه عيش او يفتح بيوت ناس. لا، ما دي رتبه، ما هو الاستغناء، ودي قاعده بقى معانا في الاخلاق. الاخلاق لها درجات ورتب. في الحد الواجب، الواجب ده اللي هو شد خط بعديه بخ بح مفيش. وبعدين حد الاستحباب، يعني الخلق طالع يطلع يطلع، وحد الكمال. مين اللي على راس الكمال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اي خلق من الاخلاق، وانك لموقف، وانك لعلى خلق عظيم. هو في اعلى رتب الاخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس رتبه الكمال. طيب وانت نازل من الكمال تلاقي ابو بكر الصديق، ثم عمر، ثم العشر المبشرين بالجنه، وانت نازل وانت نازل لغايه ما توصل الحد اللي هو الايه، الحد الواجب ده، اخر واحد يدخل الجنه وهو كان اخر الناس خروجا من النار. ده بقى اللي هو ميح تماما. فاذا لما نيجي نتكلم عن اي خلق من الخلق، قال لك ايه، انا هعمل ازاي كانوا يقولوه؟ لا، ما في درجات ورتب. ايوه، درجات ورتب. فانت تحاول توصل حاول ان انت تحقق. وعلى فكره عندنا الشرع بيحاسبك على اللي تقدر عليه، مش على اللي هو مطلوب. صح. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت جبت اخرك؟ لا، يبقى لسه انت مكلف ومحاسب ومسؤول عن هذا الشيء. احنا يعني النهارده معنى جديد، هو معنى الاستغناء، وهو ناتج من الافتقار والنيه والخلق اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. نشكرك يا دكتور على الحلقه الجميله دي، وان شاء الله في الحلقات القادمه نتكلم اكتر عن اخلاقيات التاجر المسلم. تابعونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.